صحيح أننا نشعر اليوم بأسى كبير بسبب إحجامنا عن تلبية دعوتكم الكريمة إلى طاولة الحوار، إلا أن ما يمنعنا عن تلبية هذه الدعوة هو الطرف الذي تدعوننا فخامتكم للجلوس معه تحديدا، والذي يعمد لا إلى تقويض الحوار الوطني وإفراغ مقرراته من مضمونها فحسب، وإنما إلى إفراغ طاولة الحوار من محاوريها أيضا. إنما طلبت به قوى 14 أذار على الدوام هو حوار جدي بناء ينطلق مما تم الاتفاق عليه سابقا، فلا تلغي الجلسة الحالية مقررات الجلسات التي سبقتها. حوار يلتئم من دون أن يكون المسدس موجها إلى رأس قوى 14 أذار بخلاف ما هو حاصل اليوم. إن رفضنا منطق الحوار هذا وليس بالمطلق هو موقف ينبع من قناعاتنا الوطنية ويستهدف حصرا الجهة التي تحاول التلطي خلف طاولة الحوار لممارسة الإرهاب والابتزاز الأمني والسياسي وفرض معادلة إما السلاح غير الشرعي أو الفوضى، لأن 19 جلسة حوار عقدت ما بين العامين 2006 و2007 لم تحل جميعها دون وقوع حوادث 7 أيار التي أسفرت عن 70 قتيلا ونيف ومئات الجرحى وكثير من الخراب. إن إعلان بعبد الذي اعتبرتموه إنجازا هاما للحوار ما هو بالفعل إلا ترجمة وانعكاس لما نؤمن به نحن فريق 14 أذار وإياكم دون سوانا من الجالسين على طاولة الحوار. نجدد فخامة الرئيس التزامنا التام بحوار وطني لكن حقيقي، بينما نحن في الوقت ذاته نرفض الترهيب والابتزاز والانخراط في عملية تكاذب سياسي ليست سوى ملهاة لكم ولنا وللبنانيين. البديل هو استقالة الحكومة الحالية ومن ثم التقيد بالإجراءات الدستورية التي ستفضي حكما إلى تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات.